Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ta'ala ala sayidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa qiblahu alayhi salatu wa salam bi anam ya'dad hurufi mulaqan busaratan khalidatan abadan amin wa bi kulli man yaqra'uhu sa'adatan wa barakatan wa afiyatad darini amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وزرت من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بأقي وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبي وفره أبدا بهذه المقدمة وادخل سرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أبى وكل من يتنى بها أو آن هلا تاسيليا آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو رحيم خادل الأمان الحمد لله على الكتاب مع سفي المصيب الهتاب سيدنا محمد خير الورى من خادلي خدمته وسورى ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا سفينا المقدم هند الذي تزكو لديه خدمي محمد الوسيلة وجلتي عن الأد وازا وجلتي والي وسابي الأبراري في الأهل والمال بتكراري هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بيا كما تبر نويت من زلام خدمة تسر مصفا بي كفيت مازر خرمت من رب البرايا خدمة لمن بجاي كفاني صدمة أحمد على خروج من درر وكل سوء وناء وخرر أذكره شكرا يجر زيدا بسر ولا يجرنا في كيدا حمدا وشكرا لزما برورا رب الورى وزازا القرورا فقمت نازما لذي المقدم مسليا بها على من خدم مرتجيا كوني خديما أصنع وأن أفوز بالمقر الأصنع ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعل الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام مصطفى نظما مباركا يقن عذابا كما الذي كابدني عذابا